هلا والله فيكم حلقة جديدة من خمس أشياء، وعنوانها راح يكون خمس خرافات في عالم الألعاب، وهذا طبعا الجزء الثاني لها. وإذا ما شاف الجزء الأول تقدر تضغط فوق على الآي تطلع لك الشريط اللي فوق وتقدر تشوف الحلقة اللي قبلها. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تضغطون على زر اللايك واشتركوا بالقناة لو ما اشتركتوا عشان تشوفون أشياء رهيبة مثل كذا. أما الحين خلونا نبدأ. أول خرافة معنا هي تخص لعبة بوكيمون ريد أند جرين اللي نزلت على جهاز الجيم بوي القديم. الخرافة هي إن في مدينة لافندر، أو اسم الخرافة هي لافندر تاون سيندروم. في لافندر تاون قرية موجودة في لعبة بوكيمون ريد وجرين. الخرافة تقول إن بعد إصدار اللعبة بفترة في اليابان بدت حالات انتحار وأمراض الأطفال لما يصلون هذه القرية، والسبب إنهم كانوا يسمعون أصوات حادة جدا وما يسمح للأطفال لأن سمعهم حساس جدا، ويقولون إنه وصلت حالات انتحار إلى 200 طفل منتحر، ودائما تكون الحالات لأنهم يرمون نفسهم من الارتفاعات أو يشنقون أنفسهم. والأصوات هذه كانت في اللعبة الأصلية، يقولون أن المطور صلح حدة الصوت عشان ما حد يتأثر فيها. وطبعا الموسيقى حقت المرحلة نفسها تخرع، اسمعوها بس. الخرافة الثانية تخص لعبة سوبر ماريو جالكسي 2. طبعا تسألوني كيف ماريو وفي خرافة تخرع، أنا أقول لكم في الجزء الثاني من ماريو جالكسي لما تروح إلى كوكب شيفر بيرن، ولو كنت في أي مكان في الكوكب عدل الكاميرا فوق بحيث تكون من منظور الأول وطالع فوق على اليسار، راح تحصل مثل ثلاث أشباح سود دائما تطالعك. نتندو ما علقت هالموضوع ولا قالت شيء، بس في واحد قدر يدخل على ملفات اللعبة واكتشف أن المنطقة اللي فيها الأشباح لها اسم مسمينها بياند هيل فالي، أو ما وراء وادي جهنم. الأشباح هذه مسمينهم هيل فالي سكاي تريز، مع أن ما فيهم شيء يشبه الأشجار ولا في أي شيء في اللعبة يجيب طاريهم أو الأسامي هذه. والخرافة الثالثة تخص لعبة إلدر سكرول موروند. لعبة موروند مليانة إضافات، لكن في إضافة باسم JVK1166Z.ESP. في البداية كان ما حد يعرف لأنها تخرب اللعبة عليك، لكن تشوف بعدين لما تدخل اسم الإضافة على محاكي MS-DOS تبدأ اللعبة تسوي شغلات غريبة. NPC يموتون لحالهم وتشوف جثثهم في كل مكان، وبعض الشخصيات تطلع لك وبس تقول Watch the Sky، وطاقتك تنقص بشكل مستمر. ولما تدخل الدنجنز تحصل صور من جهازك موجودة، وفي شخصية غريبة تطاردك اسمها The Assassin. اللعبة تبدأ تظلم بشكل تدريجي حتى ما تقدر تشوف شيء، وعلى كلام واحد من اللي جربوا هذا المود يقول انه بدأ يهلوس ويحلم بشيء غريبة عن هذه الشخصية. الخرافة الرابعة تخص لعبة سونيك ذا هيدجهوك. برضو نفس الشيء، كيف سونيك فيها حاجة تخوف؟ انا اقول لكم سونيك معروف انها لعبة مليانة الوان وما فيها اي عنف، بس في خرافة تقول انه واحد اسمه توم استلم بالبريد سيدي من صديقه المفقود وعليه ملاحظة دمرة او ديسترويت، لكن جال الفضول انه يشغل السيدي واكتشف انها لعبة سونيك بس معدلة. البحر صار دم وسونيك نفسه عيونه تنزف دم وشكله مرعب. ولما تبدأ اللعبة تكتشف ان القصة اصلا هو ان سونيك يقتل ويعذب الكائنات اللي في اللعبة، وفي النهاية تطلع صورة سونيك ويتواصل مع توم ويقول له تبي تلعب لعبة هايد اند سيك، ويناديه بالاسم توم. وتوم يقول ان صديقه المفقود سونيك اخذه للعبة وعذبه هناك وقتله. واخر خرافة معنا يبغى لها تركيز شوي، وهي اسمها بيل لونا. الخرافة هي من لعبة مغامرات تعتمد على النص، يعني من نوع اللي بس ما فيها جرافيكس، بس انك تكتب وتخيل جرافيكس من عندك، ولازم تكتب اوامر محددة عشان تقدر تعدي. لكن مشكلتها اذا حطيت امر خطأ اللعبة تتقفل، وهذا الشيء ابعد اللاعبين عنها بحكم انها مقلشة او كانت خربانة. بس في واحد اسمه مايكل نيفنز ما استسلم، وبعد 6 ساعات من تجارب في الأوامر طلعت شاشة مكتوب فيها Congratulations وتحتها أرقام واضح أنها تحديات حقت موقع، وقرر أنه يروح للموقع ووصل إلى حديقة. ولما بدأ يحفر في نفس موقع الحداثيات حصل راس الوحدة اسمها كارين بولسن، بنت عمرها 11 سنة كانت مفقودة من سنة ونص، ولا أمسكوا مطور اللعبة ولا قدروا يحصلون باقي جثة البنت، فقط لقوا الراس. وهذه كانت الخمس خرافات اللي موجودة بحلقة اليوم، عطونا رأيكم فيها، وأيضا اكتبوا تحت لو تعرفون خرافات ثانية موجودة واحتمال نحطها في الجزء الثالث من الحلقة. وطبعا مرة ثانية إذا عجبكم فيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين عشان تشوفوا فيديوهات رهيبة مثل كذا. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة.